تمنع المادة 254 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات كل ناخب يمنح توقيعه لأكثر من مترشح، حيث يعاقب الناخب حسب المادة 301 بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة مالية من 50,000 دينار إلى 200,000 دينار كل من يخالف أحكام هذه المادة. ولكن هناك ثغرة قانونية، لم يتحدث القانون عن المنتخب الذي يمنح توقيعه لأكثر من مترشح، فكيف تعاملت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مع ذلك؟ في ازدواجية التزكية بالنسبة للمواطن، القانون يمنحها يعني محظورة ويعتبر الإمضاءين مراد، ولكن القانون مثلا يهدر على الناخبين، يقول يمنع على كل ناخب باش يمنعها، ولكن المنتخبين ما يتكلمش على نفس لكن يطلب اجتهاد من القبل. احنا اجتهدنا في الامر هذا، يعني ان شاء الله المحكمه الدستوريه لها الحق باش تقدر هذا الاجتهاد هذا. سلطة محمد شرفي اجتهدت في دراسة هذه الثغرة وتركت المجال للمحكمة الدستورية من أجل إعادة النظر ودراسة بقية الملفات التي تقدم أصحابها بالطعن، إضافة إلى الملفات التي تم قبولها مؤقتا من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. المنتخب يجب أن نعرف من البداية هو أصلا وأساسا ناخب، فلا يمكن أن نتصور منتخبا سواء في مجلس الشعب الوطني أو في مجلس الأمة أو في المجالس الشعبية البلدية والولائية منتخبا دون أن تكون له هذه الصفة، صفة ناخب. بما أن كل منتخب هو ناخب، فإن مادة 254 تستلزم أن نطبق ذات الأحكام ذات العقوبات المالية والاجتماعية على المنتخب، ولا يمكن القول لأي حال من الأحوال أن المنتخب مستبعد هنا، بل أرى أن المنتخب الذي يقوم بالتوقيع لفائدة أكثر من شخص أرى أنه يستحق عقوبات أشد. في انتظار استكمال دراسة الطعون والملفات من طرف المحكمة الدستورية، يبقى التساؤل مطروحاً، هل سيتم معالجة الثغرة القانونية وإضافة أسماء جديدة مع فرسان رئاسيات 7 سبتمبر المقبل، أم الاكتفاء بالقائمة المؤقتة التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات؟